انستغرام. خويا ديز كما كل نهار كندوز من هنا كنمشي للعمل ديالي، تفاجأت بان كاين عافيه هنايا وكاين جوتات ديال القطاط، جا مجرم ما جاش عال فيهم العافيه، ما عرفناش كيفاش جات. كنتفاجأ بالجوتات ديال القطاط صغيره، الجوتات ديالها متفحمه، يعني هذا الانسان هذا ما عندوش ضمير اللي داير هذه الفعله هذه. وتقريبا لقيت تقريبا شي 6 جوتات هذو اللي باقيين، ما خلى الجوتات اللي كلاتهم العافيه اللي مشاو. انا مهتمه بالقطط من الصغر ديالي، وكنجي لهاد المنطقه بيرو عرب لعند المشيشات هنا، كنعطيهم الماكله، ما كنجيش غير انا بوحدي، كيجوا ناس كثار، ولكن بالاخص انا وواحد الصديقه ديالي كنديروا النوبه من بعد العمل، كندوز هنايا كنعطي المشاش ياكلوا، كننظف ليهم، ولا كان شي واحد محتاج الدواء كنداوي ليه. المهم وقع مشكل، وكما كيعرف الجميع المشكل اللي وقع لهاد القطط، تحركوا ناس اللي هما قلوب الرحمه، منهم جمعيه تعني بحقوق القطط والحيوانات كوم شيان ايشا في كازا، تحركت في هذا الاطار وصيفطت لنا محامي اللي يعني باش يدافع على هاد القطيطات اللي وقع لهم هذا المشكل. المهم استبشرنا خيرا بهذا الشيء اللي وقع، وبان ساكنه اسفي تفاعلوا مع هذا المشكل، ولو كيجوا هنا كيعطوهم الدواء، يعطوهم الماكله. الحاله الصحيه ديال القطوط تحسنات ولله الحمد، ولاو عويناتهم مزيان، صحتهم مزيان، تياكلوا مزيان. البارح كنا عندهم هنايا، جبنا لهم الاكل والدواء، داكشي اللي قدرنا الله عليه، ولكن اليوم مني جينا في نفس الوقت اللي مولفين كنجيو فيه، تفاجئنا بان القطط ما كاينينش. المشكل اللي وقع في بيرو عرب هو ان واحد جوج السيدات هناء ورجاء صافي 10 ans كيجيو كلوا هاد المشيشات وكيداويو ليهم. لو 6 مي اكزاكتومون لو 6 مي ا 10h30 رجاء كتوكلهم، جا واحد السيد كيدريسي الكلاب ديالو، اي طلق الكلب ديالو، هو جلس الفوق في لاكولين كيطلع على الكلب، رجاء عند بالها واش الكلب جاي بوغ لاتاكي، ولكن اون فان دو كونت كتشوف بان الكلب جاي نيشا القطوط، دونك الى ديجا لابيتود داتاكي لي شا، كيدريسيهم بوغ لاتاك دي شا. ملي بدات كتهضر معايا كتقولي شنو كدير، حيد الكلب ديالك، جا بغا يضربها هي وطلق عليها الكلب، هي اللي تي بولفيرسي، لان فريمون سيتي اوريبل دو فوار هذاك لو شيان كي اتاكي هذوك لي شا اللي هي صافي 10 ans هي كتقابلهم وكتوكلهم وكتحن فيهم. مشات هي كتجبدات البورطابل ديالها باش تعيط للبوليس، دار هو ملي شافها مشات دار هو من الدوره ومشى هرس ليها الزاج ديال الطوموبيل. اون دي الى ديبوزي بلانت عند البوليس، مشينا عند لي سوتوريتي لوكال علمناهم بهذا الشيء اللي وقع، اي لاسوسياسيون كوم شايشه صيفطات المحامي ديالها بور ديبوزي بلانت عند النيابه العامه في المحكمه الابتدائيه. تيدور في البلايص اللي كتكون فيهم رجاء مع الكلب ديالو، وكيقول كاع الناس اللي كيعرفوها راه هذيك السيده راه بغا شنو بغات عندي، راه غادي ندير ليها، راه غادي نفعل ليها، دونك لي مناس راه مازال خدامين. هذا حرقهم ولاحهم ذاك يروح في صدره ولا المشاش راك كتوقفي هنا كيجيو يجرو كيكونوا هنايا هذا ما بقات حتى مش دنيا قبل الله. انا قلت لهم راه المشاش تحرقوا، تيقول لك ما لقيناش جوتات، كنقول ما كاين 4 جوج. هذاك علاش هي تصور ليها. اه راكم شايفين العافيه، لا دنبلها وقت تحرق الدنيا قبل الاخيره.